ليه رايح من هنا يا شرف؟ بره المحطة هذيك بس مقفلة. مالقيها مقفلة. يا اخي ما وقت صلاة هذا مقفلين، يمكن ما عندهم بنزين. ايوه صحيح ممكن. احتمال ما في بنزين. يا نداوي خويك طلع يحبي بنزين من المحطة بس ما لقاها مقفولة. الله ي... أنا بتاهو ويترنح قليلا ولكنه يعاني. ولا يهمك يا شرف، ولا يهمك يا شرف. رجال فرد ما شاء الله تبارك الله. يا وحش انت. وجاء سلطان ثاني مرة من نقطة بعيدة. ان شاء الله تبارك الله. ذكر الله طيب يا جماعة الخير. دعوات. البنزين مخصوص صدقني، البنزين في معاه مويه. لا 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 لا، اخذ لفات يمين يسار كذا، ترى ضاع العزم عليه مره. ولا يهمك عشان فداك. منو؟ والله بس طلع قبل شوي. ما شاء الله تبارك الله. وحش مع الغروب مع هذا المنظر الجميل. السلام عليك يا وحش. يا سلام يا بطل. يا سلام يا بطل. ولا يهمك لما وصلت ودقيت واري، هذا اهم في الموضوع. ولا يهمك لما تسويش. يا ربع حط رجلك. يا الله تبارك الله، والله انك وحش يا ولد. معليش يا شرف. ما شاء الله تبارك الله يا لكزس. ماذا تفعل يا لكزس؟ مليانة وطبيت في مطبات، يعني واضح السيارة كيف تهززت يمين يسار. وين رايح هذا؟ يا سلطان دلوا الطريق. لا هو جاي يدلعون على راحتهم. لين سكن هم لهم مسارهم لوحدهم يرجعون. لا بس علم من فين عبيت ما يزيد. لا ما بيصير اعلان المحطة. ما يجي كذا يا شرف، ما يجي. ان شاء الله باذن الله. وين مليت والله من غير الموتر والله يحقلك. معليش يا فوز، معليش. اه يا شرف والله ما تيجي كذا، ما هي مستحيل. معليش فداك يا شرف. تبارك الله. يبغى
يكتب ورقه معاه كذا تحيل النداوي في ورقه احطها في الحوض عشان ياخذها تحت. الله جاهز يا شباب اقرب جاهز اسمعوني جاهز يلا روح روح بسرعة. شوف دحين طلع صوته اوكي هو اوكي ودحين ترى محصنونه من تحت الحين يقولون كلمة الله كلمة الله الله هلا حبيبي هلا والله شوف نداوي شوف نداوي مركز ايدينه لا تعليق لا تعليق لا تعليق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلصنا فيها ونوديها بسرعة ليه تغير خطك كذا كله هذا مستحيل يمشي معك كذا لا ما تسوي شيء ان شاء الله عليه والله ياخذ المنطقه بطنها جاده ويكمل علمهم يا شنب علمهم علمهم والكاميرا معك يا شنب علمهم علم اللي في بالي علم سلطان الحقهم يا سلطان يا زمن يا طيب ما شاء الله تبارك الله ولكنه يقف في المكان تبارك الله شايف ارعى الفورد هذا اربع ابواب لكن تنسيمته حلوه ما شاء الله تبارك الله المفروض انك تطلع انت بكل سلاسه وانت كمان غماره واحده واخف وزن فمعنات الهواء عندك يحتاج ينزل شوي ويجي الفجاه ما شاء الله تبارك الله وينحرف عن المسار عمار والله ولا يهمك رابطه فدا ماشي راح العزم كذا يا شنب ما يمديك كذا صعبه كذا
وبكذا كذا نستودعكم الله حتى نلقاكم في اسبوع قادم، ما اعرف يكون في شيء في الليل نصوره. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله.